بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأوال. اسمي سفر الحوالي، وأنا على أعتاب 70 من عمري، أنام منذ سنة طريح سرير السجن ثمنا لنصحي وجرأة طروحاتي. فما هي القصة من بدايتها؟ في تسعينيات القرن الماضي قدمت طرحاً قالوا إنه الأكثر جرأة يومها، رفضت فيه وجود القوات الأمريكية في بلدنا بمزاعم المساعدة في حرب الخليج. لم يكن رفضي ذلك تحدياً لأصحاب القرار، بل كان همي مصلحة وطني، فقد استشرفت خطراً أكبر قادم. فكان الثمن يومها سجني لأول مرة. كنت ممن أسسوا للصحوة الإسلامية ولتجديد روح الإسلام الحقيقية في نفوس شباب المملكة. سعيت بقلمي لمحاربة التشدد وفضح العلمانية وكشف المطامع الغربية والتحذير من إسرائيل وأذرعها، لكن قوة جسدي خارت فجأة منتصف العام 2005. أصابتني جلطة دماغية أورثتني كسراً في الحوض ومشاكل في الكلى وعموم الجسد. تعافت يدي قليلاً، فعكفت من حينها على كتابة ملحمة للتاريخ أسميتها المسلمون والحضارة الغربية. نصحت فيها العائلة المالكة وهيئة العلماء وكل المشايخ، ويظهر كتابي ذلك للعلن في العام 2018، ويفقد أصحاب القرار صوابهم، يعتقلوني على سرير المرض وتركوا القيد في يدي وقدمي، وما قدموا لي الدواء ولا مسكن الآلام، واعتقلوا معي أخي وأبنائي. تهمة النصيحة وجريمة الكلمة، وذنبهم أنهم من أحبابي، أحباب الذين سأعود لهم قريباً رغماً عن كل محاولات إسكاتي.